يعني اما نتكلم بقى على البعثة الأولمبية ايوه واللي حصل فيها، اول حاجه دي بطوله او استثنائيه في وقت غريب جدا. يعني ما نتكلم على اللي هو الكوفيد 19 اللي هو اللي احنا فيه ده بقى لنا سنتين، وكل شويه الموجه الرابعه الموجه الخامسه مش عارفين هو كم موجه، يعني لو قالوا لنا يعني نهايتها ايه كنا نبقى نتصرف، لكن احنا مش عارفين، فدي المشكله. طب في بطولات اتلغت، في بطولات في اوقات في تنافس معسكرات ما كناش فيه، اوقات ما كناش عارفين نسافر أو حاجات كتير جدا، فالاعداد بتاع الناس كان صعب جدا، فترات كانت صعبه. طب في حاجات مهمه، فتاخر دوره الالعاب فادت ولا ما كانتش لها فايده؟ بعض الناس فادتهم، ايوه يعني جندي، احمد الجندي في الخماسي استفاد من السنه دي. ليه؟ هو شاب صغير عنده 21 سنه كان بيتاهل، كان بيعمل نتائج، كان في الفتره دي بيتمرن، فده من الناس اللي استفادت. في ناس ثانيه كان في صعوبه على بعض الناس، يعني هدايه ملاك في الفتره دي في صعوبه، ناس بعض الالعاب الثانيه اختلفت في اوزانهم في حاجات كتير، فده كان في صعوبه. فليه بقى؟ لكن احنا لازم نشيد بدور الدوله المصريه أيوه. في اعداد للبطوله والتجهيز للاولمبياد. يعني مبدئيا اجراءات احترازيه اتخذت من الدوله المصريه بمشاركه اللجنه الاولمبيه المصريه ووزاره الصحه المصريه ووزاره الشباب والرياضه، ان كل الناس قبل ما تسافر كشف كامل على الناس كلها، تحاليل كامله عليهم كلهم، عمل تطعيم للناس كلها، بالرغم من ان طوكيو بتقول ان انت مش لازم تطعم الناس، مش لازم تطعم، يعني ممكن تيجي مع خلي بالك حضرتك برضو من ضمن الامور ان لغايه قبل البطوله بشهرين او ثلاثه تقريبا، يعني احنا مش عارفين البطوله هتقام ولا لا. بالظبط كده، بالظبط ده يعني الكلام. انت مش عارف تكمل تدفع تكمل الاعداد ولا لا، بالظبط لغايه ثلاث شهور تقريبا. مظبوط. لا والله لحد اسبوع كانوا بيتكلموا قبلها باسبوع. فده اجراءات احترازيه اخذتها الدوله، ان وصلتنا ان احنا هناك من البعثات القليله اللي ما حصلش فيها اصابات من اي رياضيين. التزام الناس، اللجنه البعثه المصريه برئاسه المهندس هشام حطب الرئيس اللجنه الاولمبيه ورئيس البعثه، والناس كلها اللي موجوده هناك، المهندس ياسر ادريس، المهندس الباسل، المهندس شريف العريان، كل المجموعه اللي موجوده هناك، عبد المنعم بن حسين رئيس اتحاد السلاح اللي هو عضو اللجنه الاولمبيه، كل الناس باهتمام، بعثة على مستوى عالي جدا قامت بدورها. طيب الناس بتقول دي اكبر بعثة واكبر نتائج والمفروض يبقى نتائج بالظبط، تمام احنا حققنا على نتائج. طب ده في ارقام لازم نقول نسبه مشاركه الناس للاعداد بعد كده، ودي الخطط اللي بتمشي ماشيه بيها اللجنه الاولمبيه المصريه مع وزاره الشباب والرياضه. 18% تحت 20 سنه من الناس اللي خدت من البعثه، من البعثه، فده رقم كبير جدا يعني، وهايل جدا لاعداد مستقبلي. ان انت بتتكلم لاربع سنين، ده انت بتتكلم في لونج تيرم بلان، الخطه طويله المدى، وعندك بتتكلم على شورت تيرم بلان، الخطه قصيره المدى اللي هي في ناس فيها هتبطل او بتشارك في البطوله زي رمضان درويش في الجودو، زي الناس اكبر سنا او موجودين، فلكن في شباب زي احمد الجندي من الناس 21 سنه اللي خد ميداليه.